التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية آدكس 2021 الذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية في المدة من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر المقبل. وناقش القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا على أن مثل هذه الفعاليات العالمية تعد واحدة من أهم وسائل التقارب العسكري بين مختلف دول العالم. ومن جانبه أعرب وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع عن سعادته البالغة لما لمسه من أعداد وتنظيم متميز للمعرض الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. تقدمت وزيرة التخطيط هالة السعيد مسيرة المرأة المصرية التي تم تنظيمها على هامش منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً كأول مؤتمر وقمة تفاعلية دولية نسائية تعقد بقصر القبة بالقاهرة. وشهدت المسيرة مشاركة عدد من الوزيرات وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول وعدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات التجارية وعدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات والتجارب الناجحة بهدف تسليط الضوء على ما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة. أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالبت البعثة الأممية في بيان لها من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات النيابية، وقالت المفوضية إنه تم انتخاب 329 نائبا للبرلمان بنسبة تصويت بلغت 44% من عدد الناخبين الكلية، مؤكدة أن نتيجة العد والفرز اليدوي مطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%. أدانت المملكة الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية وغير المبررة بحق المسجد الأقصى المبارك، وحذرت الخارجية الأردنية من مغبة تلك التصريحات المؤججة للصراع والتي من شأنها أن تغذي التطرف، وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. اندلعت حرائق كبيرة في مناطق الغابات في قضاء عليا بمحافظة جبل لبنان على مساحة 100,000 متر مربع، فيما تحاول قوات الدفاع المدني بمساعدة طوافات من الجيش السيطرة على الحرائق. وقالت السلطات إن هناك مخاوف من وصول النيران إلى شبكات الكهرباء والمدارس رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها عناصر الدفاع المدني من مختلف المراكز لمحاولة إخماد الحرائق، فضلا عن عمل طوافات الجيش المتخصصة بإطفاء الحرائق.